فضيلة الشيخ، رجل نهى زوجته أن تضرب ابنتهما أن تضرب ابنتهما، نعم، ولكنها فعلت، فقال لها غاضبا: أنت طالق طالق طالق، وهي حامل. بعضهم أفتاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة، وبعضهم قال هي ثلاث، وآخر قال له أن الطلاق لا يقع على الحامل، فما قولك؟ قولنا أننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتمد على أي فتية إلا من شخص معروف موثوق. فهذا الذي قال إن الحامل لا تطلق جاهل، جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم، لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه. فالذي قال إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن، لأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في نفس السورة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالحامل تطلق أو لا تطلق؟ تطلق بالنص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس، فهو عليه الطلاق لا شك. الرجل اللي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كان إذا كانت حاملة. فنقول للأخ السائل: زوجتك طلقت، إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريد. فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال: أنت طالق طالق طالق، فالطلاق واحد. حتى على مذهب الحنابلة مشهور عندهم، لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة. ما هي الجملة؟ أنت طالق، لكن هو قال طالق طالق فكرر الخبر فقط. قال الفقهاء من الحنابلة: فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بالنية. إذا نوى بقول طالق طالق أن كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة، أو قال: أنت طالق ثلاثا، فهي واحدة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالقول الراجح، قل لهذا السائل: القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعها، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته.